صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. وشبكة الحماية الاجتماعية للدولة بتوليها أهمية كبيرة، ورغم كل الأزمات والتوترات الجيوسياسية اللي في العالم كله وأزمة كوفيد والأزمات المتلاحقة بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وحرب غزة وكل الأزمات دي، لكن الدولة المصرية بتصر أنها تكمل امتداد شبكة الحماية الاجتماعية للوصول للفئات الأولى بالرعاية والفئات المهمشة، وده من خلال مجموعة من البرامج الحمائية الاجتماعية اللي بتعزفها الحقيقة سيمفونية من يعني وزارات الدولة المصرية. طبعا على قمة هذه الوزارات بتيجي وزارة التضامن الاجتماعي طبعا والبرامج الحمائية الكبيرة اللي هي بتعملها، منها يمكن سمعنا كتير مننا، سمعنا عن تكافل وكرامة، سمعنا عن مستورة، سمعنا عن أكبر كمان الشبكات الحمائية اللي الدولة بتوليها أهمية كبيرة في هذا الإطار. بنلاقي طبعا حياة كريمة بالمراحل الثلاثة بتاعتها واللي يعني تكلفتها بتوصل لتريليون جنيه مصري، ده لحد دلوقتي احنا لسه ما انتهيناش منها. يعني كل ده بيتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للدولة المصرية، وأيضا بالتنسيق مع استراتيجيات وآليات الأمم المتحدة لبرامج التنمية. وكمان من هنا هنعرف النهاردة، ده ملفنا اللي هنفتحه مع حضراتكم في ملفات النهاردة، هنعرف إزاي الدولة المصرية من خلال هذه الجهود بتحاول توصل لأنها تكون من أولى أو من أول 20 دولة على مستوى العالم في برامج الحماية الاجتماعية. ورغم كل هذه الأزمات ورغم عجز الموازنة، ولكن إصرار الدولة المصرية إزاي من خلال الآليات دي، ده اللي هنجاوب عليه النهاردة مع ضيفتنا الكريمة دكتور شهندة غريب، باحثة الدكتوراه في علم الاجتماع بجامعة عين شمس ومحاضر بالخدمة الاجتماعية. دكتور شهندة برحب بحضرتك معنا، بشكرك تلبية الدعوة في البداية. وعايزين نعرف يعني إيه مصر الأولى أفريقيا وعربيا في برامج الحماية الاجتماعية، ورغم موجة الغلاء الموجودة جدا وكبيرة بشكل كبير جدا بتثقل كاهل المواطن كلنا بصراحة، مش بس يعني الفئات المهمشة أو الأولى بالرعاية. عاوزين نعرف إزاي البرامج دي بتقدر توصل للفئات الأولى بالرعاية وتنوع البرامج دي. ولكن اسمح لنا نتابع في البداية تقرير ونبدأ بالتفاصيل ونفتح تقريرنا وملفنا معاكم، خلينا نتابع. منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم حققت مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة، والتي جعلت من الاقتصاد المصري أكثر تماسكا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية، وبما يعكس جهود الحكومة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة له، مع تبني الحكومة خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تركز على زيادات تصاعدية في مخصصات الرعاية الاجتماعية بشكل مستمر حتى عام 2030، تحسبا للأزمات الخارجية من ناحية وتحسين مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل وحمايتهم من الضغوط التضخمية من ناحية أخرى، كل ذلك فضلا عن تطلع الدولة المصرية لتكون من ضمن أعلى 20 دولة في العالم في الإنفاق على مخصصات الرعاية الاجتماعية. كما حرصت الدولة على استمرار تطبيق وتطوير منظومة توزيع الخبز المدعم وتطوير الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى توجه الدولة إلى التوسع في مشروعات حياة كريمة والذي يهدف إلى الارتقاء بمعيشة أكثر من 58 مليون مواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فضلا عن زيادات مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والعلاج والدواء وأصحاب المعاشات، مع وضع الدولة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشبكة الأمان الاجتماعي بما لا يقل عن 10% سنويا
وذلك خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2030، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لترتفع نسبتها إلى 23% من إجمالي الإنفاق العام. كما تستهدف الخطة زيادات مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه، ليبلغ عدد المستفيدين 27 مليون مواطن، مع زيادة تكلفة الدعم النقدي لذوي الهمم إلى 70 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين 3 ملايين مواطن، مع زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الأسر الفقيرة إلى نحو 2 مليون مواطن بتكلفة 6 مليارات جنيه، وذلك لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين. مرة تانية برحب حضراتكم مشاهدينا، وبنبدأ نفتح ملفنا النهاردة من ملفات، ملف استراتيجي مهم جدا بيهم ملايين المصريين، وهو شبكة الحماية الاجتماعية اللي بتوليها الدولة أهمية كبيرة، وبتحاول أنها توصل لأكثر من 20% من الدخل القومي. مرة تانية بنرحب بضيفتنا الكريمة دكتور شاهندة غريب، باحثة دكتوراه بكلية آداب جامعة عين شمس ومحاضر بالخدمة الاجتماعية. مرة تانية برحب بحضرتك يا دكتور. قولنا بقى في البداية كده، نتكلم عن شبكة الحماية الاجتماعية ومن خلال البرامج المختلفة لوزارة التضامن وباقي الوزارات، وزارة التخطيط وباقي الوزارات المصرية، وإزاي بنقدر نوصل من خلالها للفئات الأولى بالرعاية بالفعل والفئات المهمة. طيب خلينا نبتدي بطريقة مبسطة عشان المشاهد يكون معانا بشكل سلس كده وبسيط ومن غير كلكعة في الكلام. احنا بنسمع كتير عن رؤية مصر 2030. طب يعني ايه رؤية مصر 2030؟ يعني ايه التنمية المستدامة؟ ايه المحاور بتاعت الرؤية دي؟ نبتدي في الاول، يعني ايه رؤية؟ الرؤية دي هي عبارة عن خطة بتجمع جميع الوزارات، كل وزارة بتحط البلان بتاعها عشان في الاخر نوصل ان احنا يبقى عندنا منظومة اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية دينية سليمة. ده اللي هيقوم عليها المجتمع. طيب الرؤية دي بتتنفذ النهاردة او بكرة او بعده؟ لا، بتتنفذ على مدار 10 15 20 سنة على حسب ما الرؤية دي بتتحط. طيب هل الرؤية دي لما بتتحط باستراتيجية النهاردة، آليات التنفيذ هو الأسلوب اللي أنا هنفذه بيها؟ لازم الأسلوب اللي أنا هنفذه بيها يبقى واقعي. ليه واقعي؟ عشان يناسب إمكانيات حجم الدولة دلوقتي وإمكانياتها قدام. وعلشان كده دايما توصيات اللي بيحطوا الخطط المستقبلية على مدار سنين جاية إن تتسم بالمرونة. يعني ايه برضه؟ علشان في كل متغيرات الحياة، كل 10 سنين، كل 5 سنين، ومع السرعة اللي احنا بنجري بيها دي، اللي كل سنة في حركة زيادة، ممكن اشوف معوقات قدامي او انا مستعد لها ان الخطة دي يقدر يحصل لها تبديل. دي اول حاجة. نيجي بعد كده، انا بسمع كمواطن مصري تنميه مستدامه، تنميه مستدامه، انا مش فاهم برضو يعني معناها ايه. بالظبط التنميه المستدامه دي بالبلدي كده هو الحفاظ على حقوق الاجيال الحاليه والاجيال القادمه. طب يعني ايه؟ بسطي لي اكتر برضو عشان ابقى فاهم. في مثل كده يقول لك ايه، انا مش هديك سمكه، انا هعلمك تصطاد. هو ده اللي بيحصل. انا بعلمك تصطاد عشان تلاقي لقمه عيش النهارده وبكره، وكمان بحافظ لك على ابنك في المستقبل ان هو يقدر ان هو يبقى معاه امكانيات تعيشه. كلام هايل جدا، وشرح حضرتك فعلا مبسط ويعني وافي جدا. من خلال بقى هذه الرؤيه، رؤيه التنميه المستدامه وهذه الاستراتيجيه، ازاي ممكن نوصل للمنظومه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه الشامله في اطار هذه الاستراتيجيه للتنميه المستدامه، ان انا اوصل لكل الفئات المهمشه والاولى بالرعايه اللي يعني بيتضمنها كتير من البرامج الاجتماعيه زي تكافل وكرامه ومستوره، وطبعا مش هننسى هنا المراه المعيله والتمكين المراه، اللي ده فعلا بيعد من اهم الانجازات خاصه الارامل، ويعني المراه المعيله والارامل. ازاي من هنا اقدر اوصل انا ك ظروفي يعني صعبة، وإزاي أوصل لأن أنا أوصل لقاعدة البيانات الدولة علشان أقدر أحصل على مثلا معاش تكافل وكرامة؟ طيب خلينا نقول، نبتدي بأول حاجة وهي وزارة التضامن. وأنا من الناس اللي بحترم جدا جدا القائمين على وزارة التضامن، لأنهم عندهم فكرة التكافل والرعاية. خلينا نتكلم عن الرعاية الاجتماعية.
هي يعني ايه الرعايه الاجتماعيه؟ بكل بساطه هي برامج، البرامج دي بتخدم المراه والطفل ومحدود الدخل. طب ايه البرامج اللي بتخدم المراه والطفل ومحدود الدخل؟ نتكلم اول حاجه عن مؤسسه حياه كريمه. طيب مؤسسه حياه كريمه دي بتعمل ايه يا شهنده؟ المؤسسه دي هدفها تطوير الريف. انا لما يبقى عندي تطوير ريف في كذا اتجاه واللي انا حسردهم لحضرتك، يعني مثلا تطوير الريف اول حاجه في الاراضي الزراعيه، البنيه التحتيه في الصرف الصحي، توفير مدارس، توفير مراكز صحيه، تجهيز عرايس، البحو الاميه لان احنا برضو لسه عندنا توفير أمية. وظائف بدل الهجره حقيقة. الداخليه وان انا اكافحها وكله يفضل في مكانه في القريه بتاعته جنب عيلته واهله، وانه ما يضطرش انه يعني يجي المدينه والحضر زي ما كنا بنقول علشان يقدر يحصل على وظيفه. حقيقي، وده فعلا يا استاذتنا بينتج عنه ان لما كان بيحصل هجره زي ما حضرتك بتقولي، هجره داخليه او هجره غير شرعيه بره، كان بينتج عليها من الاراضي بتبور، فلا احنا معاك جوه قريتك او جوه النجع بتاعك او جوه محافظتك، بنقول لك يلا ايه الاحتياجات اللي انت بتحتاجها علشان احنا نساعدك، سواء عندك مشروع زي الفلاحه الكريمه والفاضله اللي بتبقى عندها مشاريع مثلا زبادي، مشاريع جبنه، طبيخ، لا بدا يبقى فيه مشاريع صغيره جوه القريه نفسها بحيث ان انا اطور من الريف سواء على دي هنجيلها. اسمح لنا دكتور شهنده لان دي محطه مهمه جدا، محور مهم جدا من محاور الحمايه الاجتماعيه، وهو يعني تمكين المراه لان ده جزء كبير جدا منها، وطبعا الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. طيب لو قلنا يعني لو اتكلمنا على بدايه هذه الاستراتيجيه، واحنا بنتكلم عن ان مصر بتعد بالفعل اولى الدول افريقيا وعربيا فيها، ورغم الازمات المتلاحقه وعجز الموازنه، ولكن يعني الدولة بتصر ان هي تستكمل في هذا الاتجاه وتمديد شبكة الحماية الاجتماعية. طيب خليني اقول لك على حاجة، انا بشوف من وجهة نظري انا الصغيرة ان اي تطوير او اي خطة مستقبلية طبيعي ان بيبقى فيها بعض الازمات سواء على المستوى الاقتصادي المستوى الاجتماعي، ده بيأثر على الشارع بيأثر على الشارع، لكن خلينا نقول برضو ان المشكلة الاقتصادية مش مشكلة بس مصر لوحدها، هي مشكلة العالم كله. ازمة كورونا كمان ساعدت بشكل كبير ان يبقى في تفاخم للازمة الاقتصادية. عايز اقول لحضرتك يا استاذة الفضلة ان في ازمة كورونا في محلات كتير قفلت سواء على مستوى المشروعات الصغيرة او المشروعات الكبيرة. كان في ازمات على مستوى مصر في حركة الاستيراد تصدير، فالأزمات دي ما بتخلصش النهاردة ولا بكرة ولا بعده، لا بتبقى أخذة فترة. في أزمات في أزمات، وأنا أعتقد أن الحكومة هتبتدي تاخد يعني منهج جديد في إلى حد ما إلى الرقابة على الأسعار، خفض الأسعار، يعني حاول إيه يعني من وجهة نظري أتمنى أن حجم دخل الفرد مش هقول يكفي متطلباته لكن يتكافئ الى حد ما مع الاحتياجات الاوليه بتاعه من ماكل وملبس ومنزل. وخاصه في التوقيت اللي احنا فيه حضرتك جيتي لنقطه محوريه مهمه جدا، ده كان هيبقى سؤالي التالي لحضرتك، وهو انه في ظل الارتفاع الكبير جدا في الاسعار نتيجه للازمات المتلاحقه والعوامل الخارجيه اللي دخلت علينا، فإزاي من هنا يبقى نقدر للمعادلة الصعبة دي أنه المعاش لو أنا قلت على سبيل المثال معاش تكافل وكرامة أو مستورة أو ما إلى ذلك، أنه يعني إلى حد ما يساعدني كمواطن أن أنا أتحمل ولو جزء صغير من الأعباء اللي أنا بتحملها في ارتفاع الأسعار وغير المبرر والكبير جدا في هذا التوقيت. سؤال حضرتك اكتر من رائع، بس سؤالنا ده هيفتحنا الجزء لو تسمحي لي. اتفضلي. انا هتكلم عن حاجتين، هتكلم عن تكافل وكرامه، مبادره تكافل وكرامه، وهتكلم عن بنك مصر. تكافل وكرامه هو معاش استثنائي، المعاش الاستثنائي ده بيطلع للاسر. طب احنا هنا قبل النقطه دي بس دكتور شهنده، احنا هنا تكافل وكرامه ووزاره التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع كتير من البنوك منها بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وفي بنوك اخرى مش كده؟ بس انا هقول لحضرتك والبنك الدولي بنك ناصر الاجتماعي، فيا ريت حضرتك توضح لنا ده في البدايه الاول. طبعا تحت امر حضرتك. بنك ناصر الاجتماعي اساسا من وزاره التضامن الاجتماعي. تمام. بعكس البنوك الثانيه، انا ماليش دعوه بالبنوك الثانيه، انا هتكلم عن بنك ناصر الاجتماعي اللي هو انشئ من داخل وزاره التضامن الاجتماعي لخدمه محدود الدخل. يعني اساس بنك ناصر هو خدمه محدود الدخل. طيب ايه البرامج اللي بيقدمها لي بنك ناصر؟ بيقدم لي زي ما حضرتك تفضلتي شاكره منحه مستوره او قرض مستوره تحديدا. قرض مستوره ده بيبقى قرض لرباط البيوت بشكل عيني عن طريق المشروعات الصغيره وتدعيم رباط البيوت ان هي تعمل مشروع فتزود دخلها.
عندك كمان منح للزواج، المنح للزواج ده البنت بتيجي بقسيمة كتب الكتاب بتاخد منحة للزواج، عندك منح لطلاب الدراسات العليا، عندك منح لبعض بسم الله الرحمن الرحيم بعض العمليات اللي هي العمليات الخاصة بالأمراض وبيجيب الكشف وبيتم الكشف عليه وبيتم ده. عندك كمان حاجة جميلة جدا لأصحاب المعاشات، لأن أنت عارفة برضو أن المعاشات قليلة زي ما حضرتك شاكرة تفضلتي بقى، فعندك حاجة اسمها رد الجميل. إيه يا شهندة رد الجميل ده؟ رد الجميل ده بيكون استمارات معمولة بنسبة محترمة جدا أن هي تطلع عائد محترم لكبار السن اللي هم ما بعد الستين لغاية 70 سنة. طب رد جميل ده يعني بيعتبر جنب أو إلى جانب المعاش ولا دي ده هو ده رد الجميل كله بس؟ جنب المعاش. يعني أنا دلوقتي على المعاش هاخد هقدر أحصل على إيه؟ على رد الجميل ولا على برضو معاش تكافل وكرامة وجنبه رد الجميل؟ لا، تكافل وكرامة حاجة ورد الجميل حاجة. طب يا ريت حضرتك وضحنا. تمام، تحت امر حضرتك. تكافل وكرامه ده حاجه اسمه معاش استثنائي. تمام. يعني ايه شهنده معاش استثنائي؟ بكل بساطه شهنده النهارده مثلا من اسره فقيره، تمام، مفيش اي دخل خالص، فبروح لوزاره التضامن الاجتماعي بقول لهم والله انا ما بشتغلش وانا من اسره فقيره وبجيب ما يثبت ذلك ولا امتلك اي حاجه تجيبني دخل اعيش منه. فبيعملوا بحث اجتماعي وبيتم على طول صرف المعاش الاستثنائي. ما فيش شروط يعني قويه هنا ولا شروط استثنائيه؟ لا 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 مش كده، لا 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 اقدر احصل على ده. لا لا، بكل بساطه الاوراق المستوفاه وخلاص. بكل بساطه ما يثبت ان انا فعلا ما عنديش دخل تاني. تمام. ليه بقى ما يثبت ان انا ما عنديش دخل تاني؟ علشان لو انا عندي دخل تاني ممكن يبقى غيري بقى هنا يا استاذتنا الفاضله احق بالمعاش ده. بس دي نقطه برضو شائكه، اسمحي لي يا دكتور وهكلمك فيها بالتفصيل شويه. ازاي انا ما يكونش عندي ده؟ هو معاش استثنائي، تمام، والمفروض ما يكونش عندي اي مصدر للدخل اخر، ولكن هل القيمة لتكافل وكرامة هتقدر تعيشني خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار اللي احنا كلنا بنعاني منه النهاردة؟ اسمحي لي تجاوبنا على السؤال ده لكن بعد الفاصل التقريب. خلينا نكمل. تولي الدولة أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث قامت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير المنح والدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدماتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، حيث تم رصد 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تزيد عن 5%، وهي خطوة تدل على اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها توفر فرص عمل وتضخ إنتاجا كبيرا وتخدم المشروعات الكبرى وتساعد في عملية التصدير وتنشط الاقتصاد بدفع التخفيف عن كهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية لضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في مؤسسات الدولة كافة. مشاهدينا برحب حضراتكم، وملفنا النهاردة هو ملف الحماية الاجتماعية اللي بتوليه الدولة المصرية وحكومة مصرية اهتمام كبير جدا وبتتفوق فيه الحقيقة على دول متقدمة زي ما بنقول عليها، وموازنتها بتكون بتفوق موازنة الدولة المصرية، ولكن مصر والإدارة الحالية بتولي المواطن المصري أهمية كبيرة، ولأنه هو يعني مصدر التنمية الأساسي قبل أي تنمية أخرى. وقبل ما نتكلم عن التنمية المستدامة فتنمية الإنسان في البداية، ومن هنا الاهتمام به وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. مرة تانية دكتور شاهين ده برحب بحضرتك معنا، وكنا بنتكلم عن إزاي أنا ما يكونش عندي أي دخل وهقدر أعيش بتكافل وكرامة. هو ممكن تسمحي لي نعرف قيمته قد إيه؟ طيب، هو احنا هنتكلم ان قيمته
بتزيد مع الزياده بتاعه المعاشات اللي هي هو في زياده تصاعديه او طبعا الرئيس كل سنه بيزود المعاشات بنسب كويسه جدا. وانا بشوف ان النسبه من وجهه نظري لو هي ما فيهاش تغيير هي بتبقى لغايه 700 جنيه. حضرتك هتقولي لي طيب ال 700 جنيه دول يقدروا يعيشوا فرد؟ اكيد لا طبعا. بس انا هبص لها لزاويه ثانيه لو تسمحي لي. لو هو ما كانش محتاج ال 700 جنيه ما كانش راح لهم، ولو مش هيفرقوا معاه ما كانش راح لهم. مش بقول لا سمح الله ان الدوله بتمن على المواطن، لا في الاساس ده حقه لانه هو مواطن في دوله. الدوله دي مطالبه ان هي توفر له حاجات الاساسيه. دول كتيره بتعمل اعانه بطاله واعانه يعني اعانه واعانه طفل واحد وطفلين وما الى ذلك. لكن زي ما السؤال اهميته انه طب انا ما اقدرش اعمل اي حاجه عشان انا اكمل على ال 700 جنيه دول واقدر اعيش، لان 700 جنيه دول اكيد مش هيعيشوا. واكيد برضه يا استاذتنا الفاضله ان اللي بياخد ال 700 جنيه دول اكيد ما بيقعدش بيهم بس، لا اكيد بيتحرك. ما هو عماله غير منتظمه، ما بيبقاش ليه دخل منتظم. يعني الدوله بتقول له ايه؟ مالكش مرتب منتظم، العماله اليوميه بتاخد ال 700 جنيه دول. يعني احنا كشعب مصري دايما ودي نقطه مهمه جدا دكتور شاهين، ده انه العماله المنتظمه كان غير منظور ليها تماما للمره فيما سبق. كانت هي ومصيرها زي ما بيقولوا، يعني هو اشتغل النهارده العامل ما اشتغلش هو وقدره ونصيبه. لكن الاهتمام بيه دي ايضا يعني حاجه جديده من ضمن الاستراتيجيات الجديده لشبكه الحمايه الاجتماعيه، فدي ايضا مهمه. والنقابات اللي بتحمي برضو الفئات الغير منتظمه، النقابه العمال دي مهمه جدا. العماله الغير منتظمه دي واساتذتنا بقى في النقابه يعني اشرح لنا باستفاضه، لا بتحافظ على العامل. يعني انا النهارده واحد مثلا بيشتغل في محل، فصاحب المحل ما رضاش يديله المرتب بتاعه، الدنيا ما عادتش زي زمان، الدنيا بسيطه، بيروح النقابه وبيشتكي وبيتاخد حقه. ده حاجه اساسيه. لكن عاوزه بس حضرتك سالتي سؤال اللي هو قرض مستوره وتكافل وكرامه. تكافل وكرامه ده معاش استثنائي، لكن قرض مستوره ده معمول لرباط البيوت، يعني الست المراه المعيله هنا. بنتكلم هنا عن تمكين المراه والمراه المعيله ازاي تقدر تكسب يعني معيشه من غير ما تحتاج لاي حد وتقدر تصرف على اولادها. حقيقي بتروح بنك ناصر وبتقدم الاوراق اللي بيطلبها بنك ناصر وبتاخد القرض ده، والقرض ده بيبقى ليه نسبه من بنك ناصر، وبعد كده بيبقى المشروع بتاعها. ومش بس كده، هم بيساعدوها في كل صغيره وكبيره في المشروع، يعني مش مجرد هي قالت فكره، لا بيقدموا لها كل الخدمات اللي تساعدها ان المشروع يكبر ويتقدم. فده انا شايفه ان هو حلول جذريه لناس كتير. طيب لو اتكلمنا عن يعني من خلال خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وأهم محور من محاور يعني الاستراتيجية الشمولية الاحتوائية للخدمة أو يعني الحماية الاجتماعية حياة كريمة، لو اتكلمنا عليها بشكل الى حد ما تفصيلي، وايضا يعني هي نفس البرامج بتدخلها برضو اللي هي برضو تكافل وكرامه ومستوره، ده الى جانب الفنيه الشامله اللي بتدخل في القريه، مظبوط؟ طيب خليني اقول لك بس من وجهه نظري الصغيره لو تسمح لي يا استاذي، ان مؤسسه حياه كريمه انا بشوفها مشروع قومي. قومي لانها شامله من كل مشروع في وزاره التضامن حته. خلينا كده نسرد اصلا يعني مشروع تنموي الاكبر في العالم، يعني حقيقي. على فكره بالظبط، مش بس في شرق مؤسسه حياه كريمه دي هدفها تطوير الريف. انا لما اطور الريف، تعالي نبتدي كده واحده واحده مع بعض، انا بطور اراضي فهيبقى عندي اكتفاء من المحاصيل الزراعيه، هيبقى عندي بعد مشكله تبوير الارض ولا تمام، فهيبقى عندي اكتفاء من المحاصيل الزراعيه. وانا دايما مؤمنه ان اللي بيملك قوت يومه بيملك حريته في القرار. وده اللي بيسعى ليه الرئيس. كلنا عانينا من ده في وقت كوفيد وبعدها في الحرب الاوكرانيه الروسيه، ولما القمح اردب القمح كان ارتفع فجأة من 200 دولار ل 500 دولار او 500 اورو في نفس يعني في ساعات. فده طبعا مهم جدا. فكره ان احنا بنستصلح اراضي، فكره ان احنا بيبقى عندنا محاصيلنا، ما حدش يقدر من بره يمنع عننا اي حاجه، فنبقى صحاب القرار في كل حاجه. ده الرؤيه اللي بيتجهها اليها سياده الرئيس، هو فكره ان هو يبقى عندي تكافؤ من المحاصيل اللي ما تخلينيش احتاج لبره، فيبقى القرار السائد من داخل مصر. الحاجة التانية كمان عندي فكرة البنية التحتية للقرية، زي ما حضرتك عارفة إن في نجوع جوه القرى نفسها، تمام؟ ما كانش عندها مية، ما كانش عندها بنية تحتية، البيوت بتاعتها الهياكل هشة جدا، ففكرة إن أنا أطور أكتر من 116 قرية وأطور أكتر من 380 نجع
وطور اكتر من 39 وحده محليه. لا يعني في البرنامج حياه كريمه من 2019، فاحنا بنتكلم على سرعه في الاداء في نسبه صغيره وفي معدل صغير. ده جزء. الجزء الثاني عندي تجهيز العرايس. تجهيز العرايس جزء برضو من مؤسسة حياة كريمة. فكرة ان يبقى عندي أسرة مكونة من زوج وزوجة بنميها وبعمل جواز، بعمل ستر للبنات وستر للولاد، انا بقلل من نسبة الانحراف. خلي بال حضرتك لو تسمحي لي ان كل حاجه ليها نتائج. طب يعني انا عندي استصلاح اراضي هيبقى عندي مجتمع من الجرائم الاجتماعيه الكبيره، الانحرافات والجرائم السرقه والمخدرات، ويعني فطبعا ليها ابعاد كبيره جدا. يعني الحمايه الاجتماعيه ليها ابعاد كبيره جدا ومحاور. زي ما حضرتك تكرمتي وقلتي في بدايه البرنامج ان اساس تقدم المجتمع هو الشق الاجتماعي، وده حقيقه انا بقيت حضرتك فيه جدا، لان فعلا اساس تقدم المجتمع للحمايه من الجرائم، للحمايه من المخدرات، للحمايه من البطاله، للحمايه من انخفاض دخل الاقتصاد هو الشق الاجتماعي. موت الشباب من خلال الهجره غير الشرعيه، يعني موت الالاف من الشباب سنويا من خلال الهجره غير الشرعيه. طيب هاخد من سؤال حضرتك اللي هو قيم جدا، هي فكره الهجره الغير شرعيه. كان اغلب الباحثين بيستغربوا قوي ان الهجره غير شرعيه بيروح يخلي مامته مثلا تبيع الذهب بتاعها او الارض بتاعتها وياخد المبلغ ده ويسافر بيه ويعرض نفسه للخطر. الدوله قالت له لا، انا معايا مشروعات صغيره، هات المبلغ بدل ما انت تسافر بره وتعرض نفسك للخطر، لا تعالى هات المبلغ بتاعي وعندي اكتر من او من غير مبلغ. المشروعات الصغيره المتوسطه بيتعمل لها هي دراسه جدوى في البنك، وهو بس بيتقدم ان هو عاوز يعمل مشروع. يعني ده لمعلوماتي، ده حقيقي. حضرتك تصححيني لا ده حقيقي. ولو هو حتى كمان معاه مبلغ يقدر يكبر بيه المشروع بتاعه بيروح وبيعمل جدوله، والناس بتساعده جدا والمتخصصين بيبقوا معاه خطوه بخطوه، وده بيعمل زي حركه اقتصاد منتعشه في كل مكان. مش بس انا معتمد ان انا هخرج من الجامعه الاقي وظيفه، لا انت لو ما لقيتش وظيفه تعالى فكر بره الصندوق. بالظبط. طيب اسمح لنا نروح لانفوجراف كده ومجموعه من المعلومات ونبدا نكمل حوارنا وملفنا مع حضرتك. خلينا نتابع. بناء الانسان وتوسيع شبكه الحمايه الاجتماعيه، وده ملفنا اللي بنفتحه مع حضراتكم النهارده. مره ثانيه برحب بحضراتكم مشاهدينا، ومره ثانيه برحب بضيفتنا الكريمه دكتور شهنده غريب، باحثه دكتوراه كليه اداب جامعه عين شمس ومحاضر بالخدمه الاجتماعيه. دكتور برحب بيكي مره ثانيه. كنا سريعا بنتكلم عن الهجره غير الشرعيه وازاي من خلال حياه كريمه، وده من اكبر المشروعات القوميه في العالم ويعني من اكبر اعمده شبكه الحمايه الاجتماعيه. زي ما قلنا ان احنا النهارده بدل ما انت تهاجر هجره غير شرعيه وتعرض نفسك للخطر وممكن هناك تروح
تفشل وده وارد، لان اللي بيروح هناك البلاد التانية وهو ما عندوش عفوا مكان للسكن او مكان للعمل او 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 بيتم ده لو نيجي من البحر ويعني ونسبه قليله جدا 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 اللي بتنجى من الهواي ده. وعلى ايه؟ لا سواء انت زي ما حضرتك تكرمتي، سواء انت معاك مبلغ تقدر تبتدي بيه مشروع، سواء انت محتاج مبلغ تبتدي بيه مشروع، حقيقي حقيقي الدوله دلوقتي على مستوى الوزارات سواء وزاره التضامن الاجتماعي، وزاره التخطيط، الوزارات المعنيه بالمشروع اللي انت عاوز تقوم بيه بتوفر ده جدا جدا للشباب. طيب دكتور، شق مهم جدا وهو انه يعني من خلال العداله الاجتماعيه اللي بتحاول الدوله ان هي ترسي قواعدها في كل مكان، لازم يكونوا في شركاء هنا للتنميه ولهذه العمليه الكبيره وهذه الشبكه الكبيره، منها القطاع الخاص، رجال الاعمال، والجمعيات الاهليه اللي هنا ليها دور كبير جدا، وخاصه في يعني مؤخرا بدانا نلاقي دور حيوي جدا ل يعني لشبكة يعني كتير من الجمعيات الأهلية. خلينا أقسم سؤال حضرتك لأكتر من محور. المحور الأولاني خلينا نتكلم عن الجمعيات الأهلية. حقيقي إن الجمعيات الأهلية دلوقتي بقت بتعمل دور مهم جدا جدا، سواء دور خدمي بتقديم المساعدات لمحدود الدخل، سواء دور إرشادي من خلال التوعية والنزول لأكتر من أماكن، من خلال المتخصصين اللي ممكن الناس تلجأ ليهم عشان تسألهم في أكتر من محور وأكتر من اتجاهات. فأنا بشوف حقيقي إن الجمعيات الأهلية النهاردة ليها دور مهم جدا 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 في نشر الوعي ونشر الثقافة والحد من مشاكل كتير جدا، وخاصة المشاكل الأسرية اللي بدأت تطرق على المجتمع في الفترة الأخيرة واللي عملت خلخلة وهيكلة وهشاشة كبيرة في الأسرة المصرية. وزي ما حضرتك عارفة ان انا مش هقوم بالمجتمع من غير الاسره ما تكون سليمه، ما هو انا دايما اقول هي سلسله، انا عندي اسر سليمه هيخرج منها فرد سليمه بس انا برضو بارسي هذه القواعد الاجتماعيه عشان الاسره تكون سليمه حقيقي. اساسا يعني حقيقي. عشان اخليها اسره سليمه واسره صحيه حقيقي. فانا عندي اسره سليمه، عندي مواطن فاهم يعني ايه عمل، عندي مواطن متزن نفسيا واجتماعيا وصحيا ودينيا، بالتالي يا استاذه الفاضله هيدخل لي مؤسسات هنا بقى في تكافؤ الفرص، الشخص ده ينفع في المؤسسه دي، الشخص ده ينفع في المؤسسه دي، هيبقى فاهم عمله، بالتالي ده هينعكس على المواطن اللي بيطلب الخدمه من المؤسسه، فمن هنا هيقوم اقتصاد الدوله سواء على المستوى الاقتصادي الاجتماعي في ازدهار، فهو اساسه الاسره. عشان كده بقول لحضرتك دور المؤسسات الاهليه في المساعدات العينيه او النقديه او التوعيه دور مهم جدا. طيب من خلال ده سريعا كده والقاء الضوء على الدور الكبير اللي بيقوم به مؤخرا خاصه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومبادراته الكبيره في القرى والنجوع وايضا لاهالينا في غزه في هذا التوقيت، بتشوفي الدور ده ازاي؟ والله انا دايما على المجتمعات المدنيه. والله انا دايما بشوف ان الوطن زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي ان الوطن مش بيقوم بفكره الحكومه بس، زي ما حضرتك قلتي والله بيقوم بفكرة الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، كله بيتكالف من أجل أنه يبقى فيه مساعدات بتقدم علشان يبقاش عندنا خط فقر لا يبقى عندنا طبقة متوسطة أو يبقى فيه تدريج وظيفي. بس خلينا نعترف بقى هنا وأنا هقول لحضرتك بالحقيقة، في خط فقر وفي خط فقر في العالم كله خصوصا بعد التداعيات الجيوسياسية اللي في العالم كله يعني اللي أثرها ممتدة على العالم كله مش بس في الشرق الأوسط، لحرب الإبادة الجماعية اللي بتقودها إسرائيل في قطاع غزة، ولكن يعني موجود في كل العالم دلوقتي، يعني بتتهمش الطبقة الوسطى، يعني نسبة الفقر بتزيد. عاوزة أتكلم عن ده وعاوزة أتكلم عن التحديات اللي بتواجه مجتمعات أو يعني المجتمع المدني وأيضا برامج الحماية للوزارات أو للدولة، ولكن بعد الفاصل التقرير اللي جاي سينتهي. تهتم الدولة ومن خلال القرارات الرئاسية بتوفير الحماية الاجتماعية، بل تضعها في قلب أجندة العمل الوطني لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس في مبادرات رائدة سابقة مثل تكافل وكرامة ومستورة وغيرها، والتي تستهدف الفئات المختلفة الأولى بالرعاية.
اطلاق حزمه من المبادرات الاجتماعيه المتمثله في كان اطلاق مشروع تكافل وكرامه اللي هو كان موجود لكن تم زياده مخصصاته الماليه، بالاضافه الى مبادره حياه كريمه التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم تنموي متنوع من خلال الاهتمام بالبنيه التحتيه والاهتمام بالمواطن، توفير الاساسيات المعيشيه له من خلال المسكن والمشرب ومساعدته على اقامه مشروعات صغيره ومتوسطه، بالاضافه الى ان الحكومه نفسها رفعت مخصصات الحمايه الاجتماعيه في الموازنه العامه للدوله اكثر من مره، مؤخرا رفعتها لاكثر من نصف مليار اكثر من نصف تريليون جنيه في الفتره الاخيره، كان في زياده في المعاشات بنسبه 15% متكرره عده سنوات، بالاضافه الى زياده الحد الادنى عده مرات متكرره اللي ارتفع الى 6000 جنيه، اعتقد وان كانت هذه الزياده يعني الى حد ما هي يعني هدفها تخفيف الاعباء وليس هي تحقيق الحد الاقصى من الرفاهيه او تحقيق الحد الاقصى من احتياجات المواطن. ويتم العمل منذ عده سنوات على زياده المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي، ويشمل عدة فئات مستهدفة خاصة الأسر تحت خط الفقر والتي لديها أطفال والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة وكبار السن لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيض معدلات الفقر وحالة العوز. في الفترة الأخيرة الدولة اتخذت عدة خطوات وعدة قرارات مهمة، كان آخرها إن هي زودت المعاشات 15%، خلت الحد الأدنى للأجور والست 6000 جنيه، وطبعًا دي نقلة كبيرة جدًا من 3000 جنيه ل 6000 جنيه. كمان بالإضافة لده في مبادرات كتيرة جدًا بتقوم بها الدولة زي المشروعات متنمية الصغر ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة. طبعًا الدولة شايفة إنه محدود الدخل جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، والمبادرات الكتيرة اللي الدولة وفرتها لهم بحيث إنها وفرت لهم قروض معينة لمشروعات متناهية الصغر اللي هي بتوفر جزء كبير جدا حاليا من الاقتصاد المصري وبتنمي الاقتصاد بشكل كبير. حياة كريمة تقدر دلوقتي نقدر نقول عليها ان هي بقت عصب الاقتصاد المصري، لو هنتكلم عن القضاء على العشوائيات، توفير حياة كريمة لعدد كبير جدا من المواطنين كان خلال السنوات اللي فاتت موجودين في اماكن سيئة جدا. طبعا كل ده اتغير، عندنا برضو المبادرات الكتيرة جدا الاقتصادية زي المبادرات اللي عملتها للمرأة في الريف، طبعا في عدد كبير جدا منها من وفقا لحياة كريمة، زي مثلا اللي هي وفروا ليهم زي مثلا مكان خياطة، وفروا ليهم مجموعة من المواشي عشان يكون في المرأة الريفية عندها دخل تقدر تعتمد على نفسها وعلى أسرتها. قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التي تشهدها البلاد تأتي من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين، خاصة في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن. ملف استراتيجي مشاهدينا، ملفنا النهاردة وشبكة الحماية الاجتماعية، وسؤالنا الأخير لضيفتنا دكتور شهندة. دكتور، كنا بنتكلم عن التحديات اللي ممكن تواجه منظمات المجتمع المدني ووزارات الدولة لتنفيذ وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. خلينا نتكلم ان منظمات المجتمع المدني التحديات اللي ممكن تقابلها في الشارع هي فكرة مصداقيتها مع الناس. تمام. حضرتك عارفة ان الشعب المصري بتاعنا دايما اللقطة الاولى هي اللي مكملة معاه. تمام. انت نزلت فعلا وقلت لي ان الرؤية بتاعتك هتحقق لي انجاز في الشارع واحد واثنين وثلاثة واربعة. مصداقية، يعني لازم يكون حقيقي ويوصل للناس ويكون بجد عاوز يحل مشاكل الناس، مش عايزين نعمل صورة وانستجرام وسوشيال ميديا وبس. يعني فعلا دي زي ما حضرتك شاكرة كده وضحتي، يمكن حضرتك وضحتي اكتر كمان. ايوه، الشارع دلوقتي بقى واعي جدا جدا يا استاذتي لكل حاجه، وبقى مطلع على كل حاجه، والاخبار بيتابعها يعني دقيقه ورا دقيقه، ففاهم كويس قوي انت نازل تقول لي كلام حقيقي ولا نازل تقول لي كلام لا مش واقعي. طبعا دي نقطه مهمه جدا، وتعليق نهائي لحضرتك في نص دقيقه. والله أنا بتمنى يعني إن الحكومة تراعي المواطن وتراعي الطبقة المتوسطة، وأتمنى إن يبقى في تكافؤ للفرص، وأتمنى تحقيق رؤية 2030 وتكافؤ الفرص وتمكين الشباب وتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد اللي يخلي مفيش نسبة بطالة الى حد ما، لان ما اقدرش اقول ان مش هيبقى في بطاله، انا أكيد. لازم اكون واقعيه. أكيد. فانا بشوف ان نسبه البطاله لما بتقل بالتبعيه
نسبة الجريمة بتقل، بالتبعية بيبقى في اقتصاد مستهدف. طبعا والاهتمام اجتماعيا زي ما بنقوله، الاهتمام بتنمية الإنسان هو اللي في النهاية بيعود على تنمية الدولة وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة اللي كلنا بنسعى ليها. دكتور شاهين دغريب، باحثة دكتوراه كلية آداب جامعة عين شمس ومحاضر بالخدمة الاجتماعية، بشكرك جدا على كل المعلومات جداً. وعلى تلبية الدعوة النهاردة. كل شكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، ابقوا دائما صحة وابقوا دائما معنا، تحياتي.